مباراة هايك بكرة منتظرة مرة جديدة بالنسبة لكم بمواجهة هوبس. اليوم بيروت حطيتوه برا، فريق لبناني بكرة جديد راح يكون بمواجهتكم، شو بتنطر من هالمباراة تحديدا؟ بنطر انه ناخدها كثير سيريسلي لانه هوبس عن جد عم يلعبوا كثير منيح، باسكتبول كثير حلو، فأهم شيء انه ما نوع ما نعمل كثير تيرن اوفرز بكره، نضلنا محافظين على الجيم وعلى نلعب التيمبو اللي نحن بدنا اياه. رياضي ماتش بعد ماتش عم يصير احسن عم تشوف؟ اكيد، لانه صرنا 3 شهور مش لعبانين ولا جيم، ماتش على ماتش عم نرجع نفوت بالجام، عم بيلقى كيمستري. هذا اذا فيك تقول انه فريق جديد كليا، وكم جيم صرنا لعبانين 4 5. مبروك هايك، جود لك لبكره.